إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا إلى الخير محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومما قل وكفى خير مما كثر وأدهى وإنما توعدون الآن. أيها الأحباب حديثي وإياكم في هذا اللقاء الطيب المبارك عن أسماء الله الحسنى بركتها ووجوب العمل بها. أيها الأحباب ليس سواك للمضطر عونا إذا نزلت به الكرة العظام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار ربي ومن نعمائك ينهمر الظلام. فإن اغفر وترحم يا إلهي فليس يطير من غضب الألام. أيها الأحباب يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو مصدق القائلين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الأهمية لمكان أن يتعرف المسلم والمؤمن على أسماء الله الحسنى لكي يعمل بمقتضاها ولكي يعمل بها. أيها الأحباب حتى يزداد إيمانه كلما تعرف المسلم على معاني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كلما ازداد إيمانه وكلما ازداد قربه من الله تبارك وتعالى. ولقد حسن على ذلك المولى عز وجل في القرآن الكريم فقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أما تعلم أيها المسلم الكريم ما سبب نزول هذه الآية الكريمة قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى؟ سبب هذه الآية أو نزول هذه الآية أن المشركين لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم
لا يتكلم فيما يغضب الله تبارك وتعالى.
ليس موجود ربها إيمانيها إخوة الإيمان والإسلام. فقال له إن سألك عنها فقل له أكلها منك. فماذا فعل الراعي؟ المراقب لله تبارك وتعالى الذي يعلم تمام العلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، مطلع على أفعاله، مطلع على أقواله. فإذا به ينظر إلى السماء ويشير إلى السماء بصابعه بأصبعه، فإذا بسيدنا عمر يقول له ماذا؟ فقال له أين الله؟ أين الله تبارك؟ فقال له سيدنا عبد الله بن عمر: أنا أولى منك أن أقول هذه الكلمات، أن أقول لك أين الله تبارك وتعالى. فما كان من سيدنا عمر بن عبد الله بن عمر إلا أن اشترى الراعي وأعتقه لوجه الله وأعتقه أخذ هذه الغنم وجعلها له. كل هذا لما علم أنه مراقب لله تبارك وتعالى. أيها المسلم الكريم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم مراقبا لله، يعرف أسماء الله ويعمل بها. أما تعلم أيها المسلم الكريم، لزاما عليك إذا أردت المولى عز وجل أن يستجيب دعاءك، فلزاما عليك أن تثني على الله بما هو أهله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يراقب المولى
Yeah.